بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد آله وصحبه وسلم سليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن كيفية إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية لويندوز 10. إذا ذهبت لأعرف إن كان جهازي يعمل تحديثات، فسوف أرى أنه كان قد عمل تحديث تلقائي على الساعة 3:22 من دون علمي، فهذا قد يؤثر نسبا على جهازي، ربما بانقطاع بعض المرات الانترنت علي أو تباطؤها، وأيضا ربما قد ترى أن جهازك قد بدأ يتباطأ. لذلك فالمشكلة سهلة، هو أنه يقوم بالتحديثات التلقائية. كيفية إيقافها؟ نذهب هنا إلى هاتي نافذة على ريسيرش أو البحث، وأكتب سيرفيس. سيرفيس SERVICES، أضغط عليها. سوف تنبثق هاته النافذة. الآن أبحث على ويندوز أبديت. إذن هذه هي ويندوز أبديت. أضغط عليها مرتين. تخرج هذه النافذة، وأذهب إلى تيب دو ديماراج. إذن الآن كاين يوجد أوتوماتيك كمانيوال. إذن أنا أريد أن إيقاف هذه الميزاجور، أو أضغط على Deactivate أو Deactivate، وأضغط على Apply. أوكي. إذن الآن قد تم إيقاف تشغيل. إذن أذهب، إذن Deactivate، إذن أنا Deactivate، تم إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.